السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبي طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي مع درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. النهاردة إن شاء الله هنبدأ معاكم شرح يونت 3، الوحدة الثالثة، off to school يعني إلى المدرسة. off to school يعني إلى المدرسة. وتعالوا نبدأ بالليسن 1، الدرس الأول، conversation between Miss Mona, هاني, هانا, يوسف, and أميرة. بيتكلموا مع بعض. أول حد اتكلم عندنا هنا أميرة، بتتكلم مع هانا، بتقول لها they are your glasses هانا، they are your glasses هانا، يعني دي نظارتك يا هانا. ونلاحظ هنا ان glasses يعني نظارة، تعامل معاملة الجمع، هي بتقول لها they are your glasses. your تستخدم للملكية، الشخص اللي واقف قدامي بقول له your يعني ملكك، your glasses نظارتك، your book كتابك، وسواء اللي واقف قدامي مذكر او مؤنث او جمع بنستخدم your. يبقى أميرة بتقول لها هنا they are your glasses هنا، يعني دي نظارتك يا هنا. ردت عليها هنا بتقول لها It's your hat أميرة، It's your hat أميرة، يعني إنها قبعتك يا أميرة. هنا hat يعني قبعة، دي كلمة مفرد عشان كده بنستخدم it's، وبرضو للملكية بنستخدم your. It's your hat أميرة. بعد كده يوسف بيتكلم مع مس منى، يوسف بيقول لها It's my watch، It's my watch، يعني انها ساعتي. Thank you Miss Mona، شكرا يا Miss Mona. كلمة watch يعني ساعة، وهنا my ملكي، It's my watch، انها ساعتي. Thank you Miss Mona، شكرا Miss Mona. اخر حاجة هنا هاني بيلبس في البوتس بتاعه، بيقول they are my black boots، ده البوت بتاعي اللي لونه ايه؟ اسود. يبقى كلمة بوتس يعني حذاء، بس الحذاء اللي هو أبو رقبة الطويل بنقول عليه بوت، أما لو حذاء عادي أو جزمة عادية بنقول شوز. ويعامل معاملة الجامع they are. يا ترى ليه بيعامل معاملة الجامع مع إنه هو هاني واحد بس ولابس بوتس واحد بس؟ هو يعامل معاملة الجامع لأن في فردتين هنا، كل الحاجات اللي احنا بنلبسها ويوجد منها فردتين تعامل معاملة الجمع، زي ما شفنا كلمة glasses نظارة، يعني تعامل معاملة الجمع بالرغم من ان هي نظارة واحدة بس ليها عدستين طبعا جمع، وكذلك البوت برضو. اما الحاجات المفردة مثلا زي hat دي قبعة واحدة بس، watch ساعة واحدة بس. تعالوا دلوقتي نسمع المحادثة مع بعض. Unit 3, page 30, exercise 1. Look, listen, and read. They're your glasses, Hannah. It's your hat, Amira. It's my watch. Thank you, Miss Munna. They're my black boots. Unit 3, page 30, exercise 1. Look, listen, and read. They're your glasses, Hannah. It's your hat, Amira. It's my watch. Thank you, Miss Munna. They're my black boots. تعالوا دلوقتي نشوف الكلمات. وأول كلمة معانا في الدرس glasses. glasses يعني نظارة، وتعامل معاملة الجمع، يعني هنعوض عنها بزي، they are. dress. dress. dress يعني فستان. dress. boots. boots. boots يعني حذاء برقبة. boots. hat. hat. hat يعني قبعة. طبعا كل كلمات درس النهاردة دي كلها clothes. clothes. clothes يعني ملابس.
احزن الاس في نهاية الكلمة silent لا تنطق. close coat 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 يعني بلطو او جاكيت معطف. shirt 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 يعني قميص. watch 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 يعني ساعة. كمان بعض الألوان اللي ذكرت في الدرس براون 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 اللون البني. gray 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 اللي هو اللون الرمادي أو الرصاصي gray. ونسترجع مع بعض فصول السنة اللي أخدناها في سنة أولى summer summer winter winter fall fall spring spring. طبعا summer اللي هو فصل الصيف, winter الشتاء, fall الخريف, spring اللي هو الربيع. تعالوا دلوقتي نشوف الجزء الخاص بالجرامر أو القواعد في lesson 1, وعندنا singular and plural المفرد والجمع. لازم نتعلم ازاي نجمع في اللغة الإنجليزية. الطريقة الأولى للجمع وهي إضافة S, ودي الطريقة الشائعة, يعني معظم كلمات اللغة الإنجليزية بنجمعها بإضافة S, زي shirt وجمع shirts, hat hats, coat coats. كل الكلمات المفردة دي لما اتكلم عنها بعوض بالضمير at اذا كانت غير عاقل at. وطبعا it بتاخد is, is يعني يكون, فهقول it is ونختصرها it's يعني it apostrophe s it's. مثلا it's my shirt يعني هذا قميصي. this is your hat يعني هذه قبعتك. اما الكلمات الجمع لما تبقى في صورة الجمع يعني هنضيف لها s, هنا تعامل معاملة الجمع. وفي ممكن يكون عندي مثلا بوتس واحد بس اللي هو فردتين بتوعه موجودين يعني, يبقى جمع كده يعامل معاملة الجمع. وكذلك برضو socks شراب شوز, يبقى كل الكلمات المكونة من قطعتين اللي احنا بنرتديها تعامل معاملة الجمع. عشان كده بنعوض عنها بالضمير زي, وزي بتاخد ار يعني هقول the boots are brown يعني البوت بتاعي لونه بني. the shoes are black الجزمة لونها اسود. زي برضو glasses زي trousers زي pants زي jeans, كل الحاجات دي تعامل معاملة الجمع. هقول these glasses are yellow. ممكن اقول برضو a pair of يعني زوج من, a pair of glasses زوج من النظارة, a pair of shoes زوج من الجزمة. يبقى دي طريقة الجمع في اللغة الإنجليزية. الكلمات عشان نجمعها بنضيف لها s, لما تبقى مفرد تعمل هنا معاملة المفرد بتاخد الضمير at بنعوض عنها بالضمير at, و at بتاخد is it is. إنما لما تبقى جمع هنتكلم عنها هنقول they are. يبقى القاعدة بتاعتنا النهاردة بتقول إيه؟ المفرد it is, الجمع they are. المفرد it is, الجمع they are. يعني لو عندي شيرت قميص واحد بس it is a shirt أو it is my shirt. إنما لو جمع they are my shirts they are my shirts. يبقى ده الفرق ما بين المفرد والجمع. الحاجة التانية اللي عايزين نعرفها النهاردة وهي صفات الملكية. يعني إيه صفات الملكية؟ يعني دلوقتي لو أنا عايز أقول كتابي قلمي هقول إيه؟ هقول my book لأن الضمير I يعني أنا, ضمير صفة الملكية بتاعته my, my book كتابي أو بتاعي يعني ملكي. انما هي لو بتكلم عن ولد بقول his book يعني كتابه, لو بتكلم عن بنت بقول her book كتابها. انما غير العاقل بنستخدم its. تلاحظ هنا its بدون الابوستروف دي بتاعت الملكية تختلف عن it is بتاعت المفرد. you your يعني لو بكلم واحد او واحدة او مجموعة واقفة قدامي بقول لهم your ملكك او ملككم, your book كتابك او كتابك او كتبكم. لو هقول your box مثلا كتبكم. و اختها our, our يعني ملكنا our book يبقى كتابنا.
they أختها there، يعني كتاب المجموعة اللي موجودة هناك دي أو كتب المجموعة اللي موجودة هناك، يبقى their box يعني كتبهم. عشان كده في الدرس هنا أميرة هنا بتقول لأميرة it's your hat قبعتك، إنما لو قبعت هنا هتقولي it's my hat يعني قبعتي. زي هاني هنا بيقول it's my, they are my boots يعني my boots حذائي ملكي. وكمان احنا بنستخدم عشان نسأل عن العدد بنستخدم how many، يعني لما اسألك اقول لك how many glasses are there، يبقى كم عدد النظارات اللي موجودة. how many shirts are there، يبقى كم عدد القمصان اللي موجودة، وهكذا. Unit 3, page 31, exercise 1. Listen, point, and say. Boots. Dress. Glasses. Hat. Coat. Shirt. Watch. Clothes. Unit 3, page 31, exercise 3. Sing. تعالوا دلوقتي نشوف listen to الدرس الثاني، وهو reading القراءة in the classroom يعني في الفصل. عندنا نص كده نقرأه ونفهم معناه. البنت اللي في الصورة دي بتتكلم بتقول this is my school and Suez. This is my school and Suez يعني هذه مدرستي في السويس. We go to school early. We go to school early. نحن نذهب للمدرسة مبكرا. We sat down to start our lessons. We sat down, sit down يعني نجلس, to start كي نبدأ our lessons يعني الدروس بتاعتنا. We listen to our teacher, Miss Hadir. بنستمع للمدرسة بتاعتنا Miss Hadir. It's time for our art class. It's time for يعني ده وقت. Our art class حصة الرسم بتاعتنا. I draw two trees and a flower. أنا رسمت هنا شجرتين two trees and a flower ووردة، هي رسمت شجرتين ووردة. We stand up to say goodbye to our teacher. إحنا بنقف بعد كده عشان نقول goodbye للمدرسة بتاعتنا. We go home at 2:30. نذهب للمنزل الساعة 2:30 PM يعني مساء. At 6 o'clock والساعة 6 I do my homework. أنا بعمل الواجب بتاعي. يبقى ده النص هقرأه لك مرة تانية، ركز معايا. This is my school in Suez. We go to school early. We sit down to start our lessons. We listen to our teacher, Miss Hadir. It's time for our art class. I draw two trees and a flower. We stand up to say goodbye to our teacher. We go home at 2:30 p.m. At 6 o'clock, I do my homework. تعالوا دلوقتي نسمع النص مرة تانية مع بعض. Unit 3, page 34, exercise 1. Look, listen, and read.
is my school in Suez. We go to school early. We sit down to start our lessons. We listen to our teacher, Mrs. Hadir. It's time for our art class. I draw two trees and a flower. We stand up to say goodbye to our teacher. We go home at 2:30. At 6 o'clock, I do my homework. تعالوا دلوقتي نشوف الكلمات اللي موجودة عندنا في النص ده. Sit down. Sit down. Stand up. Stand up. Draw. Draw. Write. Write. Listen. Listen. Classroom. Classroom. CD. CD. School. School. Teacher. Teacher. Tree. Tree. Flower. Flower. كلمة الدرس الثاني، أول كلمة عندنا sit down. Sit down يعني يجلس، بنستخدمها كتير الكلمة دي sit down، وعكسها stand up. Stand up يعني يقف. Draw. Draw يرسم. Write. Write يكتب. Listen يسمع. عندنا هنا ثلاث أفعال مهمين: draw يرسم، write يكتب، listen يستمع. طبعا classroom الفصل أو حجرة الفصل الدراسي. CD اسطوانة. School مدرسة. Teacher مدرس أو مدرسة. Tree يعني شجرة. Flower يعني وردة. والإكسترا فوكابلري الكلمات الإضافية: say goodbye يعني يقول goodbye مع السلامة. Do homework يعمل الواجب المنزلي. Start الفعل start يعني يبدأ. Go home يذهب للمنزل. Lessons lessons يعني دروس. Art class اللي هي حصة الرسم. Suez السويس. Early يعني مبكرا. دي بعض الكلمات الإضافية. هنا بيقول لي study the following. أول حاجة sit down please يبقى اجلس من فضلك. Stand up please يبقى تقف من فضلك. هنا لما أبدأ الجملة بالverb أو الفعل يبقى الجملة في صيغة الأمر. يعني sit down يعني يجلس، بس أنا بدأت بالجملة يبقى أقول sit down يعني اجلس. Stand up يعني أقف. إنما لو عايز أمر من في حاجة ما تعملهاش هقول لك don't sit down يعني لا تجلس. We go to school early يعني نذهب للمدرسة مبكرا. It's time for art class يبقى حان وقت حصة الرسم. We go home at 2:30 يعني نذهب للمنزل الساعة 2:30. At 6 o'clock I do my homework أنا أقوم بعمل واجبي الساعة السادسة. We listen to our teacher نستمع لمدرستنا. Draw a picture of yourself يعني ارسم صورة لنفسك. Listen to the CD استمع للاسطوانة. Write your name يعني اكتب اسمك. دي كانت الحاجات المهمة اللي موجودة عندنا في lesson 2 الدرس الثاني. ودلوقتي معادنا مع lesson 3 الدرس الثالث phonics. Phonics اللي هي الأصوات. وهنتعلم صوتين مهمين جدا في اللغة الإنجليزية. مهم جدا نتعلم الصوتين دولت وهما ال SH وال CH. هناخد النهاردة ال SH. ال SH والنطق بتاعه ش ش اسمه ش ساوند اللي هو باللغة العربية حرف الشين يعني. يبقى الاس مع الاتش بنطقها ش زي كلمة فش فش. تي شيرت تي شيرت. شيرت شيرت. تراش تراش. شوب شوب. شيب شيب. يبقى كل الكلمات اللي قدامنا فيها حرفين الاس اتش مع بعض وبننطقهم شين زي كلمة فش. فش يعني سمكة. تي شيرت يعني فانيلا او تي شيرت. شيرت يعني قميص. يبقى الفرق بينهم حرف واحد بس اللي هو التي. تراش اللي هي القمامة. شوب يعني محل. شيب يعني خروف. نلاحظ برضو الاي ار يعني زي كلمة car النطق بتاعه آ آ. car. sharpener sharpener اللي هي البراية. shark 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 اللي هو القرش.
وبرضو الكلمات ده موجود فيهم اس اتش اللي هي تنطق شين زي شاربنر وزي شارك. في معلومه مهمه عندنا في الدرس ده وهي تقسيم الكلمات الى سيلابلز. سيلابلز يعني مقاطع. يعني ايه تقسيم الكلمات لمقاطع؟ عندنا في اللغه الانجليزيه الكلمه ممكن تكون من مقطع واحد، ممكن تكون من مقطعين، وممكن تكون من ثلاث مقاطع. الكلمه اللي بنطقها مره واحده بس، يعني غالبا بيكون فيها حرف متحرك واحد او حرفين متحركين بس بنطقهم مع بعض، فدي بتكون كلمه one syllable، يعني مقطع واحد بس. انما الكلمات اللي بنطقها على مرتين، ما اعرفش اقولها مره واحده كده، لازم يبقى في تركه كده في النص، فدي كلمات بتتكون من two syllables، يعني مقطعين. اما الكلمات الطويله اللي بنطقها متقطعه كده بتبقى three syllables، يعني ثلاث مقاطع. يعني لو بصينا مثلا على كلمه فش، معرفش اقسمها، هي كلمه مره واحده بس، مقطع واحد بس، فبنقول فش. فش. كار. كار. شوب. شوب. دي كلها كلمات بتتكون من مقطع واحد. اما لو الكلمه بنطقها على مرتين، زي مثلا الكلمه اللي لسه واخدينها دلوقتي اللي هي تي شيرت، بصوا كده، تي شيرت، مقطعين، معرفش انطقها مره واحده، عشان كده هنحطها هنا في التو سيلابلز او المقطعين. انما كلمات طويله، بصوا معايا على كلمه شاربينر نر، يعني شا بن نر، تلات مقاطع، كلمه طويله زي كلمه ايلي فا نت، تلات مقاطع. يبقى الكلمات الطويله اللي بنطقها متقطعه كده، اعرف انطقها متقطعه، دي بتتكون من 3 syllables او تلات مقاطع. ده الجزء الخاص بتقسيم الكلمة إلى مقاطع. أنا كل المفروض أعرفه إن إحنا عندنا كلمات مقطع واحد، عندنا كلمات مقطعين، عندنا كلمات ثلاث مقاطع. ودلوقتي معدنا مع lesson 4، الدرس الرابع، والدرس الرابع connected with social studies، مرتبط بالدراسات الاجتماعية أو الحاجات الحياتية اللي بندرسها في حياتنا، وهناخد فيه jobs. jobs اللي هي الوظائف. تعالوا نتعلم الوظائف مع بعض. وأول وظيفة معانا كاربنتر. كاربنتر اللي هو النجار. النجار اللي بيعمل لنا تشيرز، الكراسي، تيبلز، الترابيزات، الأساس اللي بنقعد عليه في المدرسة أو في البيت، ده كله بيعمله لنا كاربنتر. كاربنتر اللي هو النجار. يبقى كاربنتر makes chairs and tables for schools. هو اللي بيعمل لنا الكراسي والترابيزات للمدرسة. وتاني وظيفة معانا نيرس. نيرس اللي هي الممرضة. نيرس الممرضة. She makes me healthy for school. أكيد الممرضة هي اللي بتخلي صحتنا جيدة طبعا عشان نقدر نروح المدرسة. يبقى she makes me healthy for school. She makes me healthy for school. وتالت وظيفة معانا gardener. gardener اللي هو البستاني. gardener. gardener البستاني. gardener البستاني looks after، يعني بيعتني بيه the school garden، بيعتني بحديقة المدرسة، يسقي الزرع وياخد باله من الزهور والورود المزروعة في حديقة المدرسة. يبقى gardener looks after، يعتني بيه the school garden اللي هي حديقة المدرسة. cleaner. cleaner. cleaner اللي هي عاملة النظافة أو عامل النظافة. cleaner. وهي cleans the school، يعني بتنظف لنا المدرسة. cleaner اللي هي عاملة النظافة. cleaner. يبقى أول وظيفة معانا a carpenter makes tables and chairs for school، يعني النجار هو اللي بيعمل لنا الترابيزات والكراسي للمدرسة. a nurse makes me healthy for school، الممرضة اللي تجعلني بصحة جيدة للمدرسة. A gardener looks after the school garden، البستاني هو يعتني بحديقة المدرسة. A cleaner cleans the school، عامل النظافة هو ايه؟ ينظف لنا المدرسة. طبعا ممكن اقول my favorite person، يعني الشخص المفضل عندي is، واكتب الوظيفة اللي انا حبيتها من الوظائف دي كلها. because لانه، ليه بقى؟ يعني ممكن مثلا اقول a carpenter is very clever، النجار ده بيكون شخص ماهر.
he can make wood into many different shapes. يعني ممكن يحول لنا الخشب ده لأشكال مختلفة. These are spheres. They look like plants. ده الدرس الأخير في اليونت اللي احنا هنبدأ فيه دلوقتي. ودلوقتي معدنا مع lesson 5 والدرس الأخير في اليونت وconnect with math مرتبط بمادة الحساب، لأن احنا هناخد فيه shapes الأشكال الهندسية. shapes الأشكال اللي احنا شايفينها قدامنا دي، ودي عملها لنا كاربنتر نجار. عشان كده الولد بيقول لي ايه؟ A carpenter is very clever. النجار ده ماهر جدا. He can make wood in too many different shapes. بيعمل لنا الخشب في أشكال مختلفة. Can you match the shapes with their names؟ تعرف توصل بقى الشكل الهندسي ده باقي الجملة بتاعته؟ تعالوا نشوف الأشكال الهندسية. وأول شكل هندسي معانا كون. كون. كون اللي هو المخروط، شكل مخروطي زي اللي شايفينه قدامنا ده، بيقول شكل القمع او شكل الايس كريم، البسكوتة بتاعت الايس كريم بس مقلوبة، ده اسمه كون. عشان كده لما اوقات بنقول على ايس كريم كيمو كونو، كون دي اللي هو الشكل المخروطي. والشكل التاني معانا كيوب. كيوب اللي هو المكعب، شكل المكعب. سفير. سفير. سفير اللي هو الشكل الدائري. look like a planet يعني يشبه الكوكب. pyramid. pyramid. pyramid يعني هرم، شكل هرمي. pyramid. cylinder. cylinder. cylinder اللي هي الاسطوانة، شكل الاسطوانة زي أنبوبة البوتاجاز كده بنقول عليها ايه؟ cylinder. ودي كانت الأشكال الهندسية. وبنهاية lesson 5 الدرس الخامس نكون وصلنا معاكم لنهاية unit 3 الوحدة الثالثة منهج الصف الثاني الابتدائي. لو استفدت حاجة من درس النهاردة ما تنساش تعمل معنا اشتراك في القناة، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل دروسنا. استنونا في درس جديد على قناة مستر سيد. goodbye.